هذه اللجنة ليس بموهبتها ولا ليس في استطاعتنا أن نعرف العصابات المنظمة الخاصة بالتجارة البشرية. أجدد الشكر والتنويه بلجنة الاستطلاع المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي تمكنت فعلا من بناء وقائع حول مواجهات غير مسبوقة عرفها معبر مليلية بتاريخ 24 يونيو. كذلك قدمت معلومات دقيقة بخصوص الوفيات 23 الإصابات 217، كذلك أن عدم دفن الضحايا اليوم الآن خاضعين إلى الفحص الطبي إلى التشريح الطبي وإلى التحاليل ديال الحامض النووي لادين، كذلك عدم استعمال الرصاص من طرف القوات العمومية المغربية، كذلك أنه تمكنا من كذلك الاستنتاجات أن هذا التوافد هو جديد وناشئ ويعطي نمط جديد للهجرة وللتوافد، من حيث أن العبور لا قضى واحد طابع جديد، أولا كيدار في النهار اليوم مابقاش بالليل، ثانيا بأنه بأعداد كبيرة، ثالثا بأنه التسلق بدل العبور، وثالثا عبر المعبر وليس عبر السياج، ومجموعة واحدة من مجموعة الغالبة هي من دولة واحدة يعني مع بعضياتهم. إذا هذه التغييرات كتجعلنا بأنها نسألوا من حيث ضرورة إطلاق مشاورات جديدة ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي بخصوص شراكة متكافئة وحقيقية لتتمكن فعلا الدولة ديالنا من تدبير مشترك وبمسؤولية ما بين المملكة والاتحاد الأوروبي. ثاني حاجة بأن الاتحاد الإفريقي والمفوض ديال الاتحاد الإفريقي خاصة هو مطالب بتقديم اقتراحات لنقلوا المساهمة في مرتكزات الحكامة جيدة للهجرة بالقارة الإفريقية لحماية كرامة وسلامة المواطنين الأفارقة. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.